البركان من قلب قاعدة الوطية رفقة الرجال الأبطال. الله أكبر الله أكبر على رجال البركان، الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله الشباب حاضرة من كل مكان، المعنويات عالية. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من قلب قاعدة الوطية في ساعات الصباح الباكر تم اقتحام هذه القاعدة وتم السيطرة على كافة المواقع في قاعدة الوطية بالكامل وتأمينها بالكامل. الدخائر لا حدث ولا حرج، الأسلحة لا حدث ولا حرج بكثرة تم غنمها من قبل قوات عملية بركان الغضب. الله أكبر. قاعدة الوطية التي كانت محتلة الآن تعود لحضن الوطن. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنتصرين بإذن الله دائما. وجايك الدور يا ترهونة وسرت والجفرة بإذن الله الواحد الأحد. ويلا يا رجال ليبيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا كلكم يد واحدة رفقة هؤلاء الرجال. الأرتال لازالت تتحرك ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الساعة 8 صباحا في هذه اللحظات سننقل لكم بإذن الله بالصوت والصورة في وقت لاحق بقية التفاصيل. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر مع القائد الميدان نور الدين نعاس من داخل قاعدة الوطية. الله أكبر قائد نور الدين، كلمة سريعة للأحرار. وهذا غير الدخائر ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر يا قائد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نور الدين. الله أكبر يا أولاد. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر يا حاج. الله أكبر منصورين إن شاء الله يا رب. الله أكبر الله أكبر الشباب ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا اولاد. الله اكبر يا اولاد ربي يحفظكم ان شاء الله. الله اكبر منورين. الله يحفظك يا جلال. الله اكبر حويج ربي يسلمك يسلمكم. الله اكبر زي الشاعر مرتفعاتي. الله اكبر يا اولاد. الله اكبر الله اكبر يا قايد ربي يحفظك. وين احنا تونا الوطية. الله اكبر ان شاء الله. الله اكبر يا قايد ربي يسلمكم ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. راه شوف معنويات الشباب من داخل الحمد لله. وهذه الوطية وهذه الوطية وهذه الوطية. الله اكبر هذه الوطية. الله اكبر الوليد الشهيد. الله اكبر يا اولاد. هذه الوطية رجال ليبيا. الله اكبر الوحشي الوطية ومسراته وزاوية مسراته وزاوية والجدعة والجدعة. الله اكبر